يعني رح يوطنوا لنا اللاجئين السوريين بلبنان ويكون عندنا زيادة بالمزاحمة بسوق العمل، ويصبح اللاجئ مقيم، ويصبح الشاب اللبناني لاجئ ببلده. والحل طبعا هو بالإلغاء، إلغاء المادة من دون فلسفة الموضوع ومن دون تضليل الناس. هيدا بيت القصيد اليوم لملفنا، بالإضافة إلى عناوين كتيرة من تسليفات المؤسسة العامة للإسكان كيف توقفت هلأ رجعت كيف وليش، من موضوع طبعا زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وغيرها من المواضيع، إلى فضائح من نهر الليطاني إلى فضائح أخرى رح نحكي عنها، وخصوصا بموضوع قانون العمل. يعني اليوم يقر قانون بوزارة العمل دون الرجوع إلى الاتحاد العمالي العام، والأسئلة عديدة. فبيسعدني رحب فيك رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. يعطيك ألف عافية، وأنا بضم صوتي لصوتك بالبداية بخصوص المال الانتخابي الذي يدفع والرشاوي اللي مغطيه لبنان. وأنا متأسف كتير أنه يصار كمان إلى استبدال المشرعين بأصحاب الأموال، وعادة الثروات الكبيرة دايما بيكون عليها علامات استفهام، خاصة إذا بتحصل بأعمار مبكرة. اللي عم نشوفه اليوم بلبنان استبدال للمشرعين وتضاؤل عدد المحامين والمشرعين بمجلس النواب، وهذا عم ينعكس سلبا على القوانين اللي عم تصدر، وحتما رح ينعكس سلبا علينا بالمجلس الجديد. بذكر بس بقول على سبيل المثال، ما في قانون طلع من 3-4 سنين لليوم إلا ما يعاد صياغته أو عم نجرب نعيد صياغته أو مش عم بيتطبق بالطريق السليم. بعطي مثل قانون الإيجارات، القانون 287 الكهرباء، قانون السلسلة، كلها في عليها خلافات لعدم وجود المشرع الصالح والدقيق. يعني شو قصدك تقول بمجلس النواب ما عندنا مشرعين صالحين؟ بحاجة نحن أكتر لمشرعين ولحضور تشريعي قوي بمجلس النواب، لمحامين من الطرز الأول. نقابة المحامين تزغر بالمحامين المهمين والحاضرين والإلون طبعة بتاريخ لبنان. هي القصة أنا بتذكر المشرعين الكبار مثل أوغوست باخوس، مثل خدشيك بابكيان، مثل المعلوف، مثل يعني نصر المعلوف، بلاقي حسن الرفاعي. وين هالعقول الجديدة؟ بلاقي انه عم يصار رؤساء الكتل بمحل ما عم بيستبدلوا المشرعين اللي عادة بيبقوا ما معهم مصاري طفرانين برؤوس الأموال اللي عم تستعين بأموالها للوصول إلى مجلس النواب. بتمريرات هو النقص يعني بالمعلومات، ولا لي تمريرات لغاية في نقص يعقوب؟ خليني أقول المال الانتخابي والرشاوة تعم لبنان، وهذا شيء مؤسف. وإجا القانون بالصوت التفضيلي ليزيد المصيبة مصيبة. نعم، على كل حال مصيبة مصيبة قصة الرشاوة. وعنا هيئة الإشراف على الانتخابات بتقول ما عندها صلاحيات ومش عم بيعينوا لها الأشخاص، يعني الأعضاء الموجودين بشكل كافي لتقدر تراقب. فهي كمان مش فضيحة؟ أكيد أكيد، ومش مفروض يكون لها صلاحيات، لأنه إذا كان لها صلاحيات بتصير هيئة رقابية مثل الهيئات الرقابية اللي عم نرفض كمان آراء ببعض المحلات. بلشت الواتسابات، خلينا نذكر الأصدقاء المستمعين باتصالات اليوم ملف الدسمة، نحن وياك رئيس الاتحاد العمالي العام شارة الأسمر. أرقام تليفونات صوت لبنان بتصرفكم 01-205-511، 01-325-555، الخلوي 76-611-005. وبلش عبر الواتساب أسئلة الناس على 76-611-001. خلينا نبتدي من الآخر، من ملف هو طبعا يعني اليوم على الطاولة وملف الساعة، رسالة رئاسية حول المادة 49 موجهة لمجلس النواب. وقع رئيس الجمهورية قانون الموازنة العام 2018 طبعا يعني هلأ وأحاله للنشر، لكن البارز بهالسياق كان إعلانه أنه رح يطلب من مجلس النواب إعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة اللي أثيرت حول اعتراضات ومخاوف خصوصا من المرجعيات المسيحية
الشرقية كونها بقلبها في توطين للفلسطينيين والنازحين السوريين بلبنان. يعني حتى من نفس التيار رئيس الجمهورية عم بيقولوا لا، إنه لا في توطين مقنع ولا في خوف من هالمادة. يعني كيف عم بيصير بقلب التيار الوطني الحر؟ على كل حال خلينا نحكي نحن وياك، ليش الاتحاد العمالي العام كان يعني من المعارضين لإقرار المادة 50 بقانون الموازنة، بعدين تحولت إلى المادة 49؟ الاتحاد العمالي العام مسؤول عن جزء كبير من الشعب اللبناني، نعم، خارج إطار طبعا يمكن رؤوس الأموال والهيئات الاقتصادية. الشعب اللبناني بمجمله بطبقاته الوسطى وذوي الدخل المحدود والعمال والعسكريين مطلوبين من الاتحاد العمالي العام، وبالتالي كان للاتحاد موقف من المادة 50. كانت في حينه المادة 50 بتقول تمنح إقامة دائمة لأي أجنبي أو عربي مقابل شقة ببيروت 750 مليون وبالمناطق ب 500 مليون. فعليا اللبناني مش قادر بقى يشتري هالشقة بغياب سياسة إسكانية واضحة وبتوقيف القروض وبعدم زيادة الحد الأدنى للأجور وبالوضع الاقتصادي الصعب وبالمحيط المتفجر. فإذا اللبناني ما بقى عنده القدرة يشتري. أنا عم بحفز الاستثمار، بخلي الأجنبي يشتري 100,000 شقة مثلا، يقال إنه القطاع العقاري مديون ب 18 مليار دولار للمصارف. فإذا أنا بحفز الاستثمار، ببيع 100,000 شقة أو 150,000 شقة للأجانب، شو بكون عملت؟ بس في يعني قطاعات واقفة، واللي عم بيدافعوا عن هالمادة بيقولوا إنه هالقطاعات الواقفة بتحركها هيك مادة، مثل مثلا قطاع العقاري. أنا بحفز الاستثمار ببيع العقارات وببيع الشقق للأجانب. أنا عندي دول أكتر من غنية بالمنطقة، وعندي صراعات كبيرة بالمنطقة طائفية ومذهبية. أنا بعرف وين بتروح الأمور. أنا بقول اللبناني بمجمل طوائفه ملزم يحافظ على لبنان، عنده مسؤولية تاريخية يحافظ على لبنان بهالمرحلة بالذات، خاصة إنه القوانين بلبنان لا تراعى. يعني قانون تملك الأجانب بلبنان مفترض بالعاصمة يكون التملك 10%، صار 22%، بالمناطق 3%، صار 6%. فإذا القوانين تقرأ، وبالتالي الإقامة الدائمة هي شكل من أشكال التوطين. راح بتقوم فيها طبعا جهات فعلي، هيدي مش جهات، وهيدي ضمن تخطيط. هيدي ضمن. ليش هالمادة عم تترافق مع جملة أمور سردت لك إياها وكمان مع مؤتمر صادر؟ هيدي أسئلة بيطرحها المواطن العادي. في أكثر من أسئلة، في لغز كبير حول المادة 50. إلنا حق نطرح الأسئلة، وإلنا حق نتوجه أول إلى الراعي الأول اللي هو فخامة رئيس الجمهورية، ونحن بالمناسبة بنتشكره. وجهت له رسالة، وجهت كتاب مفتوح، طلبت منه، هو الراعي الأول للدستور. طيب هو الحامي الأول للشعب اللبناني. نحن بنتشكر فخامة الرئيس على رده رد إيجابي. يجب أن يتوج بمجلس النواب بإعادة صياغة هالمادة بما ينسجم مع حقوق الشعب اللبناني. كمان مفترض أنه تستشار مرجعيات كبيرة فيها هالمادة، مثلا وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن العام. يعني هالأمر لم يحصل. الأمن العام بنعرف اليوم أنه عنده قانون متكامل بخصوص الأجانب. هل حصل استشارة للأمن العام؟ طب ما هي القصة وما فيها أنه المادة هربت تهريب. يعني اللي صار تم تهريبها بقانون الموازنة، وقفزت من لجنة المال إلى الهيئة العامة من دون ما تمر بلجنة الإدارة والعدل واللجان المشترك. شو الخلفيات برأيك يا رئيس الاتحاد العام العام؟ المادة كانت 50 وإقامة دائمة، صارت مؤقتة. المادة صارت 49 بإقامة مؤقتة. كيف حصل التعديل؟ هيدي سؤال. دون المرور باللجان وبالهيئة العامة، كيف بيحصل تعديل قانوني دون؟ يعني كلها أسئلة لا نجد لها أجوبة. بس المهم أنه فخامة رئيس الجمهورية أعاد الأمور إلى نصابها عبر الطلب من النواب إعادة صياغة هالمادة، ونحن راح نتابع الموضوع ولن نسكت عليه. أنا لن أسكت على تملك أجانب بلبنان
في حين انه اللبناني هي كأنها دعوة مقنعة للهجرة. بتخرج التلميذ الجامعي لا عنده قروض ولا عنده حياة قدامه يشوفها مظبوطة هالحياة، لا عنده وضع اقتصادي، لا عنده محيط متفجر، مطلوب منه يسافر مقابل تملك الأجانب. هي يعني ما بيقدر العقل يتصور هالمادة. طيب انتو شو الخطوات اللي رح تاخدوها في حال يعني بقيت هالمادة وما كان أي تأثير لمجلس النواب على هالمادة ولم تلغى؟ لا بتأمل أنا أنه من بعد الضجة التي أثيرت، وهي بالفعل ضجة لبنانية شملت كل الطوائف، والبطركية المارونية ساهمت فيها، نعم، وبعض المراجع كمان السياسية والنائب سامي جميل كمان بمجلس النواب، بتأمل أنه هالأمور تروح بالطريق الصحيح ويعاد صياغتها، وكمان مفترض يعاد صياغة قانون تملك الأجانب بلبنان. كل دول العالم تعمل مراجعة لقوانينا، الولايات المتحدة عملت مراجعة مؤخرا بخصوص المهاجرين المكسيكيين، مفترض نعمل إعادة صياغة لقانون تملك الأجانب حتى بنفس الوقت. هي مناسبة هيدي فتحت، لازم ننطلق منها كمان للوصول إلى قانون تملك الأجانب بلبنان. تعتقد أنه يعني في نواب ووزراء عندهم شركات عقارية أو مساهمين فيها ومستفيدين من إمرار هالأمر؟ أنا بشوف أنه في تمرير لهالمادة. نعم. كيف حصل هالتمرير؟ طبعا بضغط كبير. كيف يأتي هذا الضغط؟ مش رح يأتي من عامل، رح يأتي من أصحاب الأعمال الكبرى ومن أصحاب الرساميل الكبرى. نعم. أحسبك منلاقي أنه اليوم كان الدفاع المستميت من أصحاب الرساميل، وكان عم يقال أنه بيحرك السوق العقاري بمبالغ تصل إلى 18 مليار دولار. عظيم، ضخ 18 مليون دولار بالسوق اللبناني لشراء عقارات وشراء شقق. ماذا يعني هذا الأمر؟ نعم. نحن بالأساس البلد نحن علينا ضيق، يعني نحن في عنا بعد ببيروت الإدارية 170 شقفة أرض بس فاضية، لنقول حجم قدي لبنان ضيق على شعبه. بيجي بدخل أنا بهالمحيط المتفجر وبوجود هالدول الغنية حوالي، نعم، والصراعات، بدخل موضوع التملك بلبنان بهالمرحلة مقابل دائم أو مؤقت، مش مقبول. بس عم بينقالوا منهم رئيس الهيئات الاقتصادية انه هالضجة المثارة حول المادة 49 منا مبررة، وعنا قانون لبناني قائم من عقود بنص على منح إقامة لكل من يودع مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية بمصرف لبناني. خلينا نضل على هالقانون لكن. نعم. ليلى حتى عملنا المادة اليوم الموازنة عمرها سنة. نعم. بس هيدي المادة رح بتصير قانون. إعادة صياغة القوانين ضرورية. ما بنمشي على قانون هيك، بس إعادة صياغة قائمة على حق اللبناني المطلق بأرضه. بس الصياغة كانت كلها مرت غير قانونية وغير دستورية، هلأ بدنا نحكي فيها. بس أنا بدي أقولك الرأي الآخر عم يتساءل ليش خايفين من توطين السوري اللي بده يتملك بلبنان. سبق وتملك، صاروا عنا كم سنة السوريين اللي بده يتملك تملك. ليش دايما بتعلوا بتقولوا إنه السوريين خايفين يتملكوا والفلسطينيين خايفين يتملك؟ الفلسطيني ما في يتملك. ما نعم. حصل بعهود سابقة، نعم، من قانون تجنيس كان منطقي مر. ما حصل، كان منطقي. عم بسأل أنا، كان منطقي بلبنان نحن مؤهلين. مرر مرسوم التجنيس مر، وحتى لو مثل ما تمرر مرسوم التجنيس الدولة عليه وما أخذوا برأيه، ومثل مثل ما تمرر مرسوم التجنيس بالسابق يمرر كمان اليوم. واليوم في له تبريرات كبيرة أنه حصل تملك وإقامة دائمة لفترة 10 سنوات مثلا، نعم، أو إقامة مؤقتة. يعني غيرنا الإقامة الدائمة عطيناها إقامة مؤقتة. طب يعني بتغير بالواقع. طب هني ما بيهتفوا إلى أنه طبعا اللي أقروا هالمادة أنه بدهم يملكوا أو يعني يعطوا إقامات دائمة للسوريين وغيرهم، بس بدهم يستقطبوا يعني أبناء الدول الخليجية، يستقطبوا كمان من الدول الأوروبية وغيرها اللي بتسعى. كلها بتودع على نفس المحل. لبنان منه اليونان ولنه قبرص. لبنان عنده مميزات خاصة، في طوائف، في مذاهب، في مناطق، في صراعات. لبنان بلد توافقي من الدرجة الأولى. كيف بتحرك القطاع العقاري؟ إعادة صياغة هالمادة وغيرها من المواد التي تمس الديموغرافيا بلبنان مطلوب.
مش مطلوب إنتاج مواد دون توافق بهالحجم، دون توافق وطني عليها. بس هن يعني اللي طالبينه أنه يحركوا السوق العقاري، لأنه إذا ضربنا هالسوق بده تتأثر قطاعات أخرى وأسواق أخرى. السوق العقاري بتسهيل القروض للخريجين الجامعيين، نعم، وللعمال عبر مصرف لبنان. نعم. وكنا زرنا حاكم مصرف لبنان كاتحاد وطلبنا بهالشيء عبر المصارف. نعم. وعبر المؤسسة العامة للإسكان، وهذا ما حصل بالأمس. نعم. هيك بنشجع السوق العقاري، مش بنشجع السوق العقاري باستثمارات خارجية تنعكس سلبا على مستقبل شعب لبنان. طب كيف مثلا إذا تملك بيت خليجي أو أي مثلا مغترب أنه مثلا عايش غير لبناني وبدو يجي يتملك بلبنان، بيدفع رسوم بلدية مالية، ضرائب، بيستلزم هالشي مفروشات شراء سيارة وغيرها، هيك يعني بيتحرك السوق اللي عم بيلوموكن على هالضجة المثارة. هذا ما يدعي الفريق الآخر. نعم. اللي بيدعي لهالاستثمار. نعم. لو هالواقع فعليا مقبول كان ابنه فقامة رئيس الجمهورية، كان قبله نيافة الكاردينال. هلأ قصة انتخابات يعني عم بيسوقوا انه هالشي الضج اللي عم تنصار لمصالح انتخابية. ما عندي انا مصالح انتخابية اللي انا شخصيا. نعم. الاتحاد العمالي العام كان رأس حربي بهالمواضيع. ما عندي، انا عندي هدف وطني، وانا بقول انه فخامة الرئيس استجاب لكتابنا وللمطالبات الاخرى اللي كانت معنا، ونحن منحييه على هالموقف، ونتمنى انه الرئيس بالوزن الذي يتمتع فيه بمجلس النواب انه يساعدنا كمان على انهاء هالموضوع على الطريق السليم. الخبير العقاري رجم كارم، صباح الخير. اهلا، صباح النور. يعني القطاع العقاري طالب المسؤولين باقرار المادة، صح ولا لا؟ نعم، مظبوط مظبوط. طب يعني اليوم في ضجة مثارة حول من كبار المعنيين وحتى من فخامة رئيس الجمهورية. نعم. حول هالشي، يعني اليوم مين بيتحمل مسؤولية إقامات لسوريين وغيرهم بلبنان على حساب اللبنانية؟ يعني أول شيء بشكرك على الاتصال، ثانيا عم بتسمعك مع الدكتور أسمر مثل ما تسمعت على غبطة البطريرك فخامة الرئيس. كل الهواجس اللي أثيرت هي هواجس مضبوطة لازم نفكر فيها وندرسها بجدية. ما حدا عم بيشكك بإخلاص هالناس اللي عم تحكي ضد القانون، لكن برأيي أنا عم بيزيدوها شوي، عم بيخلطوها. وين عم بيزيدوها؟ عم بيزيدوها إنه صارت مثل وكأنه توطين السوريين. ما حدا بده يوطن السوريين. قال له ليش عم بتنفخ على اللبن؟ قال له الحليب كويني. من هيك وضعنا ما في شك في صعوبة، من هيك لازم تندرس القصة بجدية شوي أكتر. نعم. مش هيك بسطحية إنه خلص هذا توطين للسوريين أو للفلسطينيين. ما بعتقد أنا بين كل السوريين الموجودين اليوم بلبنان 1.5 مليون سوري، في 1000 شخص بيقدروا يوصفوا نص مليون دولار. بركي يوظف، مين بيضمن؟ نعم، تفضل. مضبوط. أنا قد يكون بدعم من دول خارجية. مظبوط. مش هني. يعني يمكن أنا برأيي لازم يرفعوا الرقم لمليون دولار إذا بدهم يعطوا إقامة مؤقتة، يمكن 5 سنين أو 10 سنين، مش ضروري تكون إقامة دائمة. أنا بدعي لدراسة الموضوع جديا مثل ما كل شيء بلدان العالم عم بصير اليوم. وهلأ في مؤتمر حاليا بلبنان كيف التوظيف، شو الامتيازات اللي فيه خدها المستثمر ببعض البلدان المجاورة مثل قبرص واليونان وإسبانيا والبرتغال. اليوم هيدا موضوع حري بأنه يندرس جديا. أنا ما بنفي أهمية التحفيزات اللي بتنعطى، يعني اللي عم يتفضل فيه دكتور أسمر أنه الحل اللي عم يحكي فيه ضروري للقطاعات العمالية وذوي الدخل المحدود أو المتوسطة، أنه القروض تنعطى وكل شيء، بس هيدا ما بحل مشكلة الأزمة العقارية بلبنان. شو اللي بحل المشكلة؟ عبقل التحفيزات لأول شيء. أول شيء اللي بحل المشكلة هي إعطاء جو أمان للناس، تيصير عندهم ثقة بلبنان، للبنانيين يوثقوا أكتر ببلدهم تيحركوا الفلوس اللي بأيديهم. يعني اللبناني غني، في كتير أثرياء بلبنان
قادرين يشتروا بس مش عم يوظفوا لأنه ما في ثقة بالبلد. إذا موضوع الثقة كتير مهم. شغلة تانية نحفز اللبنانيين المغتربين يجوا يوظفوا أكتر، وهيدي بتصير كمان عملوا هني فكرة تخفيض الرسوم العقارية، هاي ضرورية جدا. نعم. أنا برأيي لازم يخفضوها على كل الناس. نعم. ببريطانيا كنا ندفع 1%. نحن عم نحكي عن المادة اليوم، يعني مش عم بيحفزوا اللبنانية. نعم. بوقت عم بيحفزوا غير اللبنانية على أنه يعطوهم الحق الإقامي بلبنان. بس خليك معي لنستقبل اتصال وبعدها منتابع مين معي. أوكي. ألو، صباح الخير. تفضل. أنا شخص لبناني عمري 28 سنة. نعم، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. خلصت جامعة وكل شيء، وبقرأ شوية تاريخ بالكتب. أنا ما بتكل كتير على الحكي لأنه بعرف أنه ثلاث أرباع الأشخاص من عمرنا هن بيميلوا لهالجهة السياسية، وهالجهة السياسية هن وراء أهلهم اللي سمعوه. نعم. ما حدا كان مخول عايش في حرب وبيعرف، بده يقرأ الواحد من السنة. أنا بس حابب أعرف إذا بتريدي، هل قيرين على البلد الموجودين رئيس مجلس النواب وإلى آخره، ما الأساسية هي لا فوتوا السوريين بهالكمية على لبنان؟ ما حدا بيسألها. نعم. أو ما حدا بيسترجي يحكي فيها. نعم. واحدة أكيد برأيك قبين حقها ولا لا؟ في شيء هيك بس كرميل سواد عيون وفوتناه هون؟ أكيد لا. نعم. مين قابض الحق؟ ما حدا بيسترجي يحكي. نعم. اثنين، هيدي المادة عم بقولوا ما فيها مشكلة، ما فيها مشكلة. أنتوا عارفين أنه الدول العربية إلى 50 سنة بتجرب ضد لبنان بالحرب، ما قدروا هلأ بوقت الاقتصاد عم يقدروا يعملوا بدين. يعني لما بيقول حضرة المتصل هلأ باحترامي لقاله كل التقدير، أنا مني 1% من فهمه، بس لما بيقول أنا بستصعب 500,000 دولار منين بجيبون، عم بيضخوا مليارات الدولارات الدول العربية تيجنسمون أو تيخلون بلبنان. ما حدا بيسترجي يحكيها؟ ما حدا عنده رجال، حدا رجال يقول لا يا جماعة بلا في خطر؟ وضع متفجر بالدول العربية والحوالينا، أكيد وضع متفجر. انه لبنان عم تحكونيه كانه بسويسرا، لازم نعالج المواضيع ولازم اي قوانين عم يمشوا عليها. انا زلمه مني قادر اشتري لا شقه، انا جدي وستي، هلا بدي احكيكم بدكم تستغربوا شو عم يحكي، جدي وستي نزلوا كل دمعه وكل عرق من جبينه تشتروا الاراضي توصلوا لنا. تيجي حضره جنيب حدا من دول عربيه او غير عربيه اجنبيه اكيد مساهمه، تدفع مليارات الدولارات، يعني اذا بتعمل الشقه بمليونين دولار بيشتروها، بيعطوا مليونين وبيشتروا وبيقعد بلبنان. وانا من هلا على 30 او 40 سنه شو بقول له لابني انا؟ ولا هلا اخر شيء كومنت التعليق، ايه هي صرخه لبناني مواطن، شو بدنا نعمل؟ ما حدا سالين يا مدام، ما حدا سالين، كل اللي معهم مصاري هلا. بس احنا لازم نحسبهم بصندوق الانتخاب. اي ايه رح نحسبهم اكيد، بس بدي اقول لك هالحفنه رح يطلعوا يلي هي مقدسه من الشباب والاشخاص لبضيات اللي بدهم يشتغلوا هلا، رح يقدروا يوقفوا بوجه المليارات الدولارات اللي صار عندهم. هن ما عندهم شيء، بيقولوا لك المسؤولين اولاد 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 اولادهم عايشين اخر همهم. بس انا بس بترحم على شغله وحده، على بيير جميل وعلى جبران التويني يلي كانوا رجال بيطلعوا على المنابر، وسمير قصير كانوا حكي وردوا على الجماعه اللي عم تحكي هلا ويقولوا الوضع لا مش خطير، مش خطير. ها تعطلتوا من نام تجيبوا مصاري. بس في نواب عم تحكي اليوم. يا ستي اذا بتريدي، انا مع النواب اللي عم تحكي وانا مع سامي جميل، بس انا عم قلي كان في رجال بتحكي وبتطلع وبتاخذ قرارات شلون على جنب. اللي عم تحكي هلا انا بحط ايدي بايدهم، بس اذا بتفيدي حدا يلاقي لي جواب لما قالوا بمجلس النواب يلا وقفوا البث المباشر وبلشوا بالشو اسمه. شكرا. طيب وقفوا مباشر. لا معلش بعد شغله. تفضل. هل رايك هالكبار ما معهم خبر؟ هل عم يسمعونا على الراديو ما معهم خبر؟ ما حدا من اللي عم يتلفن عم بيقول مثلا هيدا الرئيس هل هو اللي عمل هالشغله؟ هيدا الشخص هو اللي وافق عليها؟ 128 نايب بلبنان هلا عملوا من بدايه 50 نزلوا 49، هل هال 128 اجتمعوا وقرروا ينزلوها من ال 50 لل 49 ولا مين عم بيقررها؟ مين هالشبح اللي عم بيحط هالقرارات بين ليلي والتاني ويعملها؟ عم بتحفظوا لبنان؟ اي لبنان عم بتحفظوا؟ بس قولوا لي مين سائلين اصلا؟ هلا اللي حكيتهم انا بفكرك برايك اللي قاطع هلا الشبح هون عم بيعربش على العالم، النايب ما بخلى حدا يقطع على الطريق، حدا بده يقطع. سائلين انا اذا حكيت ولا ما حكيت؟ شو الحديث هيدا؟ برضه نحن رح نضل هون بس نشوف اولادنا شو بدهم يعملوا. نعم. شو بدهم يعملوا؟ ما عم بعرف شو بدهم يعملوا، حدا يجاوبني بس يقول لي السؤال شو بدهم يعملوا؟ ميرسي لك. شكرا لك، يعني صرخه مواطن لبناني مقهور عن جد ومتالم، مش هيك استاذ رجم كيرين؟ بس يا ريت تختصر لي الوقت. تفضل. ما في شك، بس عم نخلط مرات شعبين برمضان. كيف؟ بكون عم نحكي عن موضوع بنرجع بنحكي عن موضوع ثاني. أنا بدي أقول شغلي،
كل اللي كان عندهم هواجس من تملك الأجانب، بحب ذكرهم بشغلي، جبل لبنان اليوم كليته تقريبا، خاصة جبل لبنان الجنوبي، معروض للبيع من قبل الخليجيين، بيقدروا يشتروا عقارات بنص سعرها 2010. انخفضت 40-50% الأراضي بجبل لبنان الجنوبي. إذا مزعوجين من تملك الأجانب، ليه ما بيشتروا اللبناني؟ ليه ما بيشتروا وبيقدروا يبنوا ما عنده قدرة أستاذ مكارم اللبناني، ما عنده القدرة يشتري. يعني اليوم اللبناني، المواطن اللبناني على الأرض حكم صراحة. أنا مش عم بحكي عن المواطن اللبناني المعطر، عم بحكي عن الأثرياء اللبنانيين، عن ال 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 الكنيسة المسيحية يلي بتقدر تدعم اليوم، لأنه تخبرك بيقدروا يعمروا اليوم بتحمدون ويبيعوا $1,000، بينما بالمناطق الشرقية اليوم ما بتلاقي شيء تحت $2,500. حمدون تبعد 20 دقيقة عن بيروت، يعني في اشياء بتنعمل، في تقصير من الكل. بس مش دايما نلوم انه الاستثمارات الأجنبية، استثمارات للبلد ضرورية. ضروري أكثر كمان الحفاظ على البلد. شكرا. ما بدنا نفرط بالبلد ومين ما كان يجي، بس خلينا نحط الأمور بتعقل. اليوم تيجي ما حدا عم يوزع مصاري لكيف من كان ليوطن حدا. أنا بلاد اليوم اللي بيقدر يوظف $1,000,000 بلبنان، أهلا وسهلا فيه، ياخد إقامة أنا برأيي 5 سنين أو 10 سنين ندرسها بجد. ما هيدا البلد بعده سيع لناسه لحتى نعطي إقامات لغير اللبنانيين؟ سيع ناسه هيدا البلد؟ ستنا نعم. من كل عقلك رح يجي 100,000 واحد يشتري شقة $1,000,000. بلكي كان في متمولين سبق وطرحنا هالسؤال عليك، انه بدهم لغاية ما انهم يشتروا لبنان، مين بيعرف؟ انا ما بعتقد، كنا شفناهم عم يشتروا، ما حدا عم يشتري. اليوم الوضع العقاري بدهم تحفيز ليشتروا، نحن عم نقدم لهم تحفيزات. انا برأيي هيدا تحفيز لكل العالم، بالكل العالم بصير. ما بعتقد انه هاجس هالقد مضر بالبلد. نعم شكرا. ندرسه بروية وندرسه بكل اخلاص كل لجتنا. نعم شكرا لك. همنا لبنان. شكرا لك. الخبير العقاري رجام كيرم. رح نتصل هلا بعد شوي بالخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، بس قبل بدنا نستقبل اتصال ورد منك. مين معي؟ الو بونجور. بونجور تفضل. يعطيكم العافيه. شكرا. بحب بس على شغلتين. اول شيء الشخص اللي دق قبل، عن جد كلنا بنشد معه علم يحكيه، والخبير العقاري بدي أقول له اللي عم يعملوه اليوم بالدولة اللبنانية مثل واحد مريض كونسار على طاولة العلمانيات، بقرروا فجأة الحكمة بدل ما يطبب الكونسار يبيعوله أعضاء. بدل ما نحن نجي اليوم نطبق بالبلد الشفافية ونشيل بقى الفساد ونشيل سلاح الميليشيات، المستثمر اللبناني اللي حضرته عم يحكي عنه اللي جانا عمره بده يجي يحطه بلبنان لأنه فجأة بده يسرقوا له إيه. لا، إذا في أمان بلبنان وبقى في فساد لبنان، كل المستثمرين اللبنانيين بيجوا قبل العرب، وساعتها كمان العربي مستعد يجي يشتري وحط حق المتر وما ياخد ساعتها إقامة. شكرا. بس نحن اليوم للأسف واحد مريض معه كونسار قرروا الوزراء والنواب يبعولوا أعضائه. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. يعني طبعا اللي عم بيقولوه بتوافق عليه رئيس الاتحاد العمال العام بشارة الأسمر؟ أنا بوافق من المنحى القانوني. أنا ما بدي أخذ المحل على عنصرية. اللبناني منفتح واستقبل كل الناس ورحب بكل الناس ومنرحب بالاستثمارات، نحن ضمن إطار قوانين واضحة لا تؤدي إلى توطين. هذا البحث، نحن لسنا عنصريين، لنا ضد الفلسطينيين ولنا ضد السوريين ولنا ضد الخليجيين، نحن مع تطبيق القانون الذي يبقي لبنان سيدا حرا مستقلا. طيب إذا نحن هالسلطة السياسية مش عم بتطبق القانون، عنا قانون تملك الأجانب مخروق. رفعنا الصوت مخروق، يعني أنت مطلوب الصوت. لازم إذا تملكت تستثمر تعمل مشاريع، ما هيك أتقدم شيء. عنا نحن تملك لأجانب، لا فيها استثمار ولا شيء. الأستاذ مكارم طرح مهم، هو أنه الرأسمال اللبناني يستثمر، ما عم يستثمر. الرأسمال اللبناني المهاجر، لما بنعمل تحرك كبير تجاه المواطنين الموجودين بدول الانتشار يجوا يستثمروا بلبنان، يجوا يدفعوا بلبنان. ما منا نقارب الموضوع من وجهة نظر طائفية، لأنه طرح الأستاذ مكارم عملية المسيحيين بالجبل أو شيء، هي مش عملية المسيحيين، عملية كل اللبنانية، كل اللبنانية من كل الفئات
اليوم الشيعي بلبنان أو السني بلبنان أو العلوي أو المسيحي أو الدرزي أو الأرثوذكسي ما إلهم وطن إلا لبنان، يجب أن نحافظ على هالوطن اللي نحن توافقنا أنه يكون وطن نهائي إلنا، خصوصا في خوف من إمكانية تدخل كما كلنا دول غنية لتمويل هالعملية لأسباب سياسية، وهالشيء طبعا بيؤدي إلى الطلب على الوحدات السكنية، وخصوصا أنه لما دست هالمادة بقانون الموازنة يعني لا دستورية ولا قانونية، هذا كمان بيطرح تساؤلات. على الخط مباشرة معنا الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك. صباح الخير. صباح الخير ست نوال، لحضرتك ولحضرة رئيس اتحاد العمال العام دكتور بشارة الأسمر. رسالة رئيسية حول المادة 49 موجهة إلى مجلس النواب، شو أثر هالرسالة؟ يعني الفارق بين رد الرسالة وبين أنه نوجه رسالة. هلا من الثابت أستاذ نوال أنه الوسيلة الأولى والتي كانت متاحة لرئيس الجمهورية والتي كان يمكن الإقدام عليها قبل مساء أمس هو طلب إعادة النظر بالقانون عملا بأحكام المادة 57 من الدستور التي تمنح رئيس الدولة صلاحية طلب إعادة النظر بالقانون. نعم. معلل الأسباب وإضافة إلى ذلك مصوب عنص المادة 49. أما ما أقدم عليه رئيس الدولة أمس من توقيع على القانون الموازني مع ذكر أنه بصدد توجيه رسالة إلى مجلس النواب عملا بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 والفقرة 3 من المادة 145 من النظام الداخلي، هدفها الطلب من مجلس النواب إعادة النظر بالمادة 49 من قانون موازنة حصرا. هلأ ما يختلف بين رد القانون وبالتالي المادة سندا للمادة 57 من الدستور وما بين توجيه رسالة إلى مجلس النواب، يبقى أن رد المادة سندا للمادة 57 يجعل من الضروري أن تنال المادة أكثرية 65 نائب ويزيد لتثبيتها. أما مع توجيه الرسالة يصبح مجلس النواب بحل من أمر قبول هذه الرسالة أم رفضها بأكثرية عادية، وإضافة إلى ذلك تعديل المادة أم الإبقاء عليها بالأكثرية العادية أيضا والتي أقرت مبدئيا دون حاجة لأكثرية موصوفة لجعلها نافذة كما كان عليه الأمر لو حصل طلب إعادة نظر. نعم. بالقانون سندا لأحكام المادة. نعم. 57. نعم. طيب اليوم شو الإطار المتاح للطعن بهالمادة بعد ما وقع رئيس الجمهورية قانون الموازنة؟ شو السبل المتاحة؟ من ناحية أولى تكلم رئيس الجمهورية أنه بصدد توجيه رسالة إلى مجلس النواب. هلأ لجهة آلية ونتائج توجيه هذه الرسالة من قبل رئيس الجمهورية فإنه توجه إلى مجلس النواب بواسطة رئيس مجلس النواب الذي عليه وبحكم القانون وبحكم النظام الداخلي أن يدعو المجلس الانعقاد خلال 3 أيام لمناقشة مضمون الرسالة لاتخاذ الموقف منها. هلأ فيصوت عليها مجلس النواب قبولا أم رفضا، وبحال صوت بقبولة يباشر إجراءات إعادة النظر فيها ضمن مهلة شهر من تاريخه، وبحال صوت على رفضها تنفض الجلسة وينتهي الأمر. أما الخيارات المتاحة راهنا بعد التصديق والتوقيع على قانون الموازنة ونشره في الجريدة الرسمية، يبقى طعن بدستورية هذه المادة أمام المجلس الدستوري لمخالفة أحكام الفقرة طه من مقدمة الدستور والتي تنص صراحة على حظر التوطين بأي شكل من الأشكال ضمن مهلة 15 يوم تلي النشر سندا لأحكام المادة 19 من القانون 250/93 والمادة 31 من القانون 243/2000 وذلك من قبل 10 نواب ويزيد، حيث للمجلس الدستوري الصلاحية الكاملة والمطلقة في البت بهذا الطعن إيجابا أم سلبا إبطالا أم تثبيتا. نعم. أنا بدي أشكرك الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. هيك لازم يصير المتابعة عبر تكون مع النواب. نعم مع النواب، بس للحقيقة خليني أقول الأمور مثل ما هي، عدد كبير من النواب تواصلت معهم ولا حدا قبل أنه يطلع على الهواء ويحكي عن هالمادة 49. نحن كاتحاد عمالي عام منقول رح نتواصل مع كل نائب ونحمله مسؤوليته بهالظرف الصعب اللي عم يمر فيه لبنان. نعم. وخاصة انه فعليا على الارض نحن منلاقي في عنا اكتر من 2.5 مليون اجنبي وعربي موجودين على الاراضي اللبنانية، يعني صاروا اكتر من 40% من الشعب اللبناني، ومطلوب منا ما نخاف، لازم نتواصل مع النواب ونحملهم المسؤوليات حتى يأتي الرد ايجابا وتروح بالاتجاه الصحيح، إعادة النظر، إعادة دراسات بالتحاور مع الكل، حوار مجدي يعطي نتيجة إعادة تصويب بعد منها
كمان لقانون تم قدرنا باي طريق من الطرق نزغر المساحات. لوين بعد بدنا ننطر؟ انا بايد الاستاذ رجا بدال الشقه تكون بمليون يفتحوا لنا اياها من المليون للمليون ونص حتى نبيع ونرتاح وندفع اللي علينا من الديون. شكرا، اهلا وسهلا فيك. شو تعليقك؟ المشكله هي بالاستثمار، نجاح الاستثمار معناتها بيع الشقه للاجانب. مفترض هالامور تكون مقوننه وباطار ما يكون طريقه مقنعه للتوطين. نعم. كمان بناخذ اتصال. مين معي؟ الو بونجور. بونجورين. معك نجاح شبل من عكار. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. مدام فين احكي مع مسيو بشاره؟ عم بيسمعي. اوكي. نحن من جماعة المسرحين الدفاع المدني، زوجي مسرح بالدفاع المدني، ولجنة المسرحين اجتمعت مع مسيو بشارة، فأنا بدي أعرف شو مصيرنا نحن اللي نحن كنا عم بالخدمة، رجالنا كسروا تحطموا نايمين بالفرش ما في شي، طلعوا بلا ضمان بلا شي، تعويض صرف طلع لنا 30 لل 40 مليون، هودي كانوا عم يخدموا الدولة 30 سنة، كبونا برا، يعني ما فيني أحكي كلام مش لايق بحق هالدولة. كيف شلحونا تحت أي جسر بدنا ننام نحنا؟ يعتبروا أقل من أي عسكري. دفاع المدني خدم زوجي 30 سنة، صدقيني بضرب الإسرائيلي كانوا عم يضربوا تشوه بلا أجر، عم يمشي نايم بالفرشي أنا بدي أخدمه، لا ضمان ولا أي شيء ولا معسكر تقاعدي. مين بده يسمعنا صوت؟ مين بده يوصلنا صوت؟ اليوم رح نوصل لك صوتك وانت جاوبك. نعم، من بعد أسعار البورصة والعملات بسوق بيروت رح نجاوبك على سؤالك. أهلا وسهلا فيك. مرسي حبيبي. صباح الخير. افتتح مصرف لبنان الدولار الأمريكي بأسواق بيروت على السعر 1501-1514. تداول بين المصارف عم بيصير 1514-1515. أسعار العملات الأجنبية يورو 1.23-60-70، يعني الياباني 107-30-40، جنيه استرليني 1.41-90-95، الفرنك سويسري 0.96-90-95، دولار الأسترالي 0.77-90-0.78، دولار الكندي 1.26-20-30، أونصة الذهب 1351-1352، أونصة الفضة 17-20-30، سهم سوليدار آ 8.30، وسهم سوليدار بي لم يتم التداول فيه بعد. سعر برميل لبران 73.85 دولار. منذكر بأن الدولار الأمريكي عم يتم التداول فيه بين المصارف ب 1514-1515. منتابع نحن وياكم عبر صوت لبنان مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر. بدنا طبعا نجاوب على كل الأسئلة للمستمعين على الواتساب 76611001 على الأكيد، وبدنا نقول أنه نحن لايف فيسبوك يعني عبر صفحة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5. بناخد اتصال. مين معي؟ ألو. صباح الخير. صباح الخير. تفضل. معك المهندس أنطوان كرم. يا أهلا وسهلا فيك. اللجنة الأهلية للمستأجرين. تفضل. أول شيء بحييك وبحيي الدكتور بشارة. تفضل. اللي هالشخص المناضل اللي مهمه إلا المصلحة الوطنية. أنت بتعرفي ست نوال، نحن أمام دولة ما هم إلا كيف بدها تعبي جيوبها. من ميلي بتسن قوانين لتكب العالم بالشارع وتخرجها من بيوتها، من ميلة تانية محتارة كيف بدها تعمل لتجلب مستثمرين، والله ما حدا بيعرف من إني هالمستثمرين الأجانب اللي بدهم يجوا ليقعدوا ببيوتنا. نحنا من هون منشد على إيده للدكتور بشارة، هذه المادة 50 أو اللي صارت 49 تملك الأجانب بده يكون له ضوابط. هذه الضوابط يعني إذا منشوف بدول العالم، أنا اشتغلت بالخليج وفيك تتملكي بالخليج، بس تتملكي بالخليج على 99 سنة. نعم. مش تتملكي لأبد الآبدين. هاي أول شيء، أول نقطة. ثاني شيء، يكفينا ما يكفي بهالبلد. شكرا. مثل ما قال الدكتور بشارة، مليون ونص أو مليونين يكفي أي دولة بدها ترتاح من هالموجودين عندنا بلبنان مشان ما يجوا لعندها.
تكفي انه تضخ اموال ويجوا هالجماعه بيشتروا هالبيوت وبيعطون هالاقامه. نحن بكفينا بهالبلد قهر. شكرا، اهلا وسهلا فيك. كمان في اتصال، مين معي؟ الو، نقطع الخط. يعني الدوله لما بدها تقر هيك مواد يعني بده يكون البلد بألف خير، وبده يكون في عنا خطة إسكانية وطنية، وبتتزامن طبعا المادة اللي أقروها مع إقرار قانون إيجارات جديد وخرقت قانون تملك الأجانب، يعني لا دستورية ولا قانونية، وبدون يقنعونا أنه بدون يجيبوا استثمارات والشعب بيدفع الثمن والعمال بيدفعون الثمن والخريجين الجامعيين خاصة يدفعون الثمن. نعم، وخصوصا التمريرات اللي صارت فيها واللي طبعا أخذت حيز كتير كبير بالإعلام كيف مرروا هالمادة. طيب المادة اليوم وضعت لجلب أموال خارجية، بغض النظر بحال عدم وجودها ممكن للسوري أنه يتملك بلبنان؟ يعني هيك عم بيقول النائب إبراهيم كنعان أنه قال بعدم وجودها في السوري يتملك. في ضوابط موجودة لتملك الأجانب. نعم، في قانون تملك الأجانب، في قانون الإقامات اللي عم يطبق بالمديرية العامة للأمن العام. إذا ما نخرج من هالقوانين لننتج قوانين أخرى بدها تكون قوانين مدروسة. طيب شو الحل اليوم؟ اطراع الأمور بتعديل قانون تملك الأجانب، تشدد أكثر، أكيد بده يكون في ضوابط أكثر، بدنا ضوابط بكل شيء. لأنه طرحنا جملة أمور واضحة، في غياب سياسي إسكانية، غياب للقروض، هلأ أعيد إحياء القروض إلى حد 5000 قرض سنوي، هذه شغلة كتير مهمة، وكذلك ساهم الاتحاد العمال العام مساهمة فعالة فيها عبر لقاءاته وعبر طرح الصوت عاليا. مفترض أنه يكون في سياسي إسكان، إعادة إحياء وزارة الإسكان، تخصيص مشاعات الدولة ومشاعات كبيرة مثلا من المشاعات الخاصة، واحترام قانون تملك الأجانب، وتقسيمها وبناء يعني مساكن لائقة عليها. نقدر نعمل حل لقانون الإيجارات بهالموضوع، الإيجار التملكي ضمن إطار خطة إسكانية شاملة. ما في أي خطة، ما في أي رؤية مستقبلية، ونحن ندفع الثمن. منلاقي ما في رؤية مستقبلية بس في محل تمرير مادي واستثمارات خارجية. طيب ليش ما بيكون عندنا رؤية لوزارة إسكان؟ نعم، خلينا نستقبل اتصال أنا وياك. مين معي؟ ألو محمد. عم أهلا، تفضل باختصار إذا سمحت وقتنا بيركود. باختصار كتير، وحتى سؤالين كتير مهمين. تفضل. 2010 وقت ما بلش يطلع الأراضي يغلو، بلش يطلع شركات العقارات. هذا السؤال بينسأل، كيف قبل ما كان في عنا شركات عقارات؟ من بعد ما بلش يعلى الساعد صار في شركات، هذا بفكر فيها شيء. إنه سؤال بتركه للمجتمع. الثاني سؤال هو كيف ثقبت وقت ما بلش ينفتح سيرة 49-50 قانون وبلش الصوت يعلى فجأة صار في مصاري للمؤسسة الإسكان؟ أنا هذا بستغرب، مع أنه بعرف أنه دكتور بشارة عم بيشتغل عليها هو وزير الشؤون الاجتماعية وكل شيء، بس أنه كيف ثقبت هالكونسيدانس أنه دغري من بعد بجمعة واحدة بس طلع القانون صار في مصاري يلا يا لبنانية بشتروا بيوت؟ شكرا لك. غريب. نعم، مرسي. ايه يعني في تساؤلات كتيرة حول امرار هالمادة، لا قانونية ولا دستورية، وبوقت يعني طبعا المؤسسة العامة للإسكان ما عندها تمويل، وايضا لا عندنا خطة إسكانية، وتزامنت مع قانون جديد للإيجارات، يعني كلها عناوين مشروعة. في كتير من الأسئلة بدنا ناخذها، بس آخر اتصال مستقبله باختصار جدا. مين معي؟ ألو، معك مش سالم. بدي ازعجه اول شيء بشكرك إليك للماتر أسمر. نعم، بدي أسأل قانون الإيجارات اللي بده يخلي هالناس الختيارية مثلنا يعني يقعدوا برات بيوتهم بعد 6 سنين، شو وضعه هذا؟ نعم، شو وضعه اللي ما بيقدر يشتري شيء، لا بيقدر يروح ولا بيقدر يجي ولا شيء، ما عنده حدا يعيده، شو بيعمل؟ نعم، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. تفضل دكتور أسمر رئيس اتحاد العمال العام، عندك مجموعة من الأسئلة. أنا بقول بالنسبة لقانون الإيجارات، أول شيء حق المالك بملكه مؤدس، هذا بيخفله الدستور، ما بدنا إيجار تملكي. ثاني شيء معالجة هالأمور بتكون بالإيجار التملكي بوزارة إسكان بخطة إسكانية، تخصيص المشاعات لبناء مساكن لائقة. طبعا هذا مشروع مستقبلي، بس ما بيمنع انه نحن دائما يكون في عنا رؤيه مستقبليه. اللي عم نشوفه رؤيه انيه للامور ومعالجات سطحيه عم تنعكس سلبا على الكل. نعم، لا المالك راضي ولا المستاجر راضي. مثل ما عم نقول عم ننتج قوانين غير مدروسه
ومنها قانون الإيجارات اللي هو بمحل من المحلات بشيل فريق كبير من هالمستأجرين وبيرميهم بالشارع بطريقة أو بأخرى وبيجردهم من أماكن سكنهم اللي هي عاشوا فيها كل حياتهم. نعم. مفروض حوار مع المالكين ترعاه الدولة لإنتاج قانون عصري يقوم على الإيجار التملكي وعلى خطة إسكانية واضحة خاصة بهالمرحلة الصعبة اللي عم يمر فيها لبنان. باختصار إذا سمحت جاوب على أسئلة المواطنين عبر 76611 واتساب 76611001. في مستمع بينتهي رقمه ب 175 رفض المادة 50 لتملك الأجانب مقابل الإقامة الدائمة منه لأسباب اقتصادية. الكل بيعرف هالشي، الاقتصاد ما بيهمه هوية المالك، صح إيه ولا لا؟ باختصار الاقتصاد طبعا ما بهمه الاقتصاد، بهمه الاقتصاد. ما عندك بيت ما عندك وطن، المال. ما عندك بيت ما عندك وطن، رقم بينتهي ب 026. الشعب اللبناني الاغلبيه منهم ما بيملكوا بيوت، ويهم كلهم على الاسكان او ايجار قديم او مهاجر عم بيتمرمغ او بمروا على التوطين، وهيدا اللي عم بيعملوه هلا، عم بمروا على التوطين، الشمس طالعه والناس نايمه مفكرين. هيدا اللي اشرنا له بوضوح، ما حدا قادر يتملك، بطرح سياسي لتملك الأجانب. شو بعدك ناطر؟ كل شيء غالي، العمال، وين زيادة الأجور؟ صار سعر البنزين على حدود 30,000 ليرة. بدك تقنعني كيف لازم يكون الحل، أم في للقصة حكاية أخرى؟ عم بيقول داني ما في حكايات، في عنا وقائع على الأرض، سلسلة أقريناها بالقوة بالنزول إلى الشارع، وهيك رح نعمل بزيادة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور. إنما مفترض أنه يصير في دعوة للجنة المؤشر يقوم فيها وزير العمل، جرب وزير العمل مشكورا وتعاون معنا كتير، إنما في ضغوطات سياسية واقتصادية كبيرة رافقت هالمرحلة، ستنتهي حتما مع انتهاء الانتخابات، لأني أنا محدد وقت هو بداية إنتاج السلطة اللي هي ستنتج عن مجلس نواب جديد، مجلس وزراء جديد، سنتحرك فورا. كيف تعمل معكم؟ ما غيبكم عن قانون العام، رح ننزل عم يدرسوا لوحده بدون ما أخذ رأيكم. أنا وجهت كتاب لمعالي وزير العمل، وهو مشكورا كمان وجه كتاب إلى مجلس الوزراء يرفض فيه إقرار أي مادة دون الرجوع إلى حوار مع العمال ومع أصحاب العمل. شو لازم يعملوا الشباب؟ عم بيقول رقم بينتهي 784 هلأ ليأخذوا قروض سكنية، من وين وشو نسبة الفايدة باختصار؟ بدهم يراجعوا المؤسسة العامة للإسكان، وهون أنا بحيي المدير العام رئيس المؤسسة العامة للإسكان الأستاذ روني لحود على الجهد الجبار اللي عمله باتجاه هالحل اللي نتج مبارح. دولة فاسدة بيقول عماد، بدل ما يعملوا حل للشباب اللبناني الموجود بالخارج، يعني بالعكس عم بيجيبوا مواد لحتى يستثمروا غير اللبنانيين. هيدا مش استثمار، هيدا زيادة فوضى، لأن لبنان ما في قانون، كله بيتهرب من الضرائب، وكتير أشخاص فوضويين. كلام المواطن على التليفون كان فعلا من قلب مجروح، شكرا لك عماد. كمان أي بلد بدكم تحافظوا عليه؟ عم بتقول دونيس، وعم بتهجروا الشباب اللبناني وتملكوا الأجانب. هيدا القانون عم بيشجع الطامعين باحتلال لبنان انهم يشتروا، وصاحبين رؤوس الأموال طبعا انهم يستوطنوا بلبنان بعقارات. هيدا بيقول مصطفى هيك، شو نحن رأيك؟ نحن بنرفض حتى يطلع الصوت عالي، دعوة للجامعيين وللشباب وللخريجين من الجامعات للتواصل مع الاتحاد العمالي العام، لأنه بالاتحاد قوة. اليوم الاتحاد العمالي العام ما عم بيترك ملف إلا ما يدخل فيه لمعالجته، لرفع الصوت عاليا. اتضامنوا مع الاتحاد العمالي العام، كل مشاكلكم بتحطوها بالاتحاد العمالي العام اللي هو خيمة للغالبية العظمى من الشعب اللبناني. خطة شيطانية لإخلاء الوطن وإفلاسه من قبل أرباب العمل. عم نحكي عن مادة 49، استولوا على العقارات، رح يبيعوا الوطن كمان بالمزاد، وعم بيهاجروا اللبناني من بلده. وينه قانون من أين لك هذا؟ وين صار؟ نعم صحيح 100%. نعم، على كل حال كتير من الأصدقاء المستمعين عم بيبعتوا لنا، رح نتابع الحلقة إن شاء الله بموعد جاي معك، لأنه في عناوين كتير ما تناولناها من الليطاني والفساد اللي عم بيصير. قال تنظيف الليطاني ده بيكلف،
936 مليون والنهر دولار. الرسان بفرنسا ذاك بفرنسا 10 مليون دولار وبأمريكا وبأمريكا نهر بمينيسوتا 770 كيلومتر 31 مليون دولار. وين محاسبتكم للهيئات الاقتصادية؟ قد تكون الأمور مش بهالدقة، بس خلينا نقول هي صرخة وتنبيه حول المجريات التي ستحصل بالليطاني. وأنا بختم بس أقول نحن كعمال ونحن 90% من الشعب اللبناني وزوي الدخل المحدود اللي نحن مدخولنا ما بيوصل لأكثر من 12 ألف دولار يمكن بالسنة حسب الإحصاءات، 67.7 بيوصلوا 12 ألف دولار، ما إلنا حل إلا بالإصلاح وبوقف الفساد وبإحياء السلطات الرقابية. نعم، على كل حال أنا بدي أقول لكل الأصدقاء المستمعين ما ردينا على اتصالاتهم والواتسابات، حلقة جديدة رح تكون معك لأنه في ملفات عديدة. شكرا لك رئيس الاتحاد العمال العام دكتور بشارة الأسمر. كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5. كانت معكم نوالي شعبود ليدا غانم والمخرج جورج العلية. إلى الملتقى مجددا.